يا شيخ، عندما يعني أنتهي من الوضوء وأدخل في الصلاة، فعند الركوع أو السجود أحس بشيء، مثلا قطرة من البول تكرم يعني شيخ تنزل، فما العمل وما هو سلس البول؟ نعم. يقول إنه إذا توضأ ودخل في الصلاة وركع أو سجد أحس بخارج من قبله من الذكر. إذا تيقنت مثل الشمس انتقض وضوءك، واجب عليك الانصراف وغسل ما حصل من البول ثم إعادة الوضوء. أما إذا كان يعني غلبت الظن، يعني 90% أنه حصل هذا لا تلتفت له، 80 أجب، وش نفس الشيء تلتفت له ولا لا؟ ها؟ طيب 50 ما خالي لا تثبت له. طيب أنا أظن والله أعلم أن الذين يبتلون بهذا يكون عندهم 50% إنه خرج شيء. إذا كان 90% أو 95% لا يؤثر، فما دونه من باب أولى. وش الدليل عشان تطمئن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل يجد الشيء في صلاته ويشك هل أحدث أو لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن تيقنا أن ليس وهما. فلا تلتفت لهذا، لا تلتفت. أيضا لو كنت خارج الصلاة وأحسست، لا تذهب تفتش، لأنك افتح مع الحركة يخرج شيء، مع تحريك الذكر للاطلاع يحصل شيء، اترك. واضح؟ نسأل الله أن يعافي أخواني مما ابتلاهم به. نعم.